مشرف على لجان التحكيم في مسابقة فرسان النهضة بالقرآن الكريم. يعني أود أن أشيد بحسن التنظيم ورفعة المستوى، فقد رأينا مستوى راقيا من الطلبة جزاهم الله كل خير، قمة في الحفظ ما شاء الله وقمة في الأداء. كان المستوى يعني حتى صعب على لجان التحكيم أن يرتبوا الطلبة. في هذا اليوم المبارك تم الحفل الختامي لمسابقة فرسان النهضة بالقرآن الكريم في طبعتها الخامسة بمشاركة عدة ولايات في ولاية الشرق، تبسة، أم البواقي، باتنا، خنشلة، سقراص والوادي. الحمد لله تم تكريم الطلبة الفائزين في هذه المسابقة وهم 15 طالب من أصل 200 مشارك، وكانت تكريمات بمبالغ مالية معتبرة وأيضا عمرات إلى البقاع المقدسة. أن أشكر وأن أدعو إلى كل من علمني حرفا واحدا من كتاب الله عز وجل، فالحمد لله أولا وآخرا. أهدي هذا الفوز إلى عائلة تواتي طليبة، وطبعا أول من أهدي له هذا الفوز إلى روح أمي الطيبة. أشكر المنظمين لهذه المسابقة، مسابقة فرسان القرآن الجهوية لجمعية نهضة بالقرآن لولاية تلسة. كما أسأل المولى عز وجل أنه كما عنا على إقامة حروف القرآن الكريم يعنا على إقامة حدوده إن شاء الله. أحمد الله العظيم على هذا التكريم المبارك وعلى هذا الاستفاء المبارك، وجعلني من رحبة القرآن ومن أصحاب القرآن. أشكر قبل كل شيء الله سبحانه وتعالى، وأكرر مرة أخرى كل الفضل للجنة التحكيم التي سهرت على هذه المبادرة الطيبة. أشكر والدي على كل ما قدموه إلي من مجهودات منذ بداية مسيرتي مع القرآن الكريم.